بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور من هالمنتجع، من هالمنبر الزين الذي نتجول فيه. اليوم خميس ونيس، الأجواء الطيبة، يومنا يوم جميل مع المبدع والمتألق حبيبنا إبراهيم السويلم. حياك الله يا إبراهيم، يا هلا وسهلا فيك يا غالي، حياك الله. بس عندي تفاهم كذا مع الشباب، شوف كيف انا واقف فين. انا واقف هنا، انا واقف هنا وامامي حلبة موجودين فيها ايش يعني، ناس اشبال من اولادي يستنوا دخول ابوهم عليهم، يعلمهم كيف يتكلموا، يعلموا كيف يقولوا الواحد يعني انت فيك وفيك. وان شاء الله بمشيئة الله، بمشيئة الله قريبا قريبا في القريب العاجل مشيئة الله، حكون في وسط هذه الحلبة متواجها مع الأربع الأشخاص اللي هذولا يتحدوا ويقولوا أبو علي وأبو علي أبو علي. الحلبة هذه، الحلبة هذه اللي ينضم فيها الأخ هاني العنزي، علي، وليد، حاتم، ما شاء الله تبارك الله، العمالقة في الانتقاد، ما عندك أحد، مش حالك. قريبا ان شاء الله حكون موجود هنا، متى؟ بكره، بعده، يوم، يمكن انزل لك برشوت تحصلني هنا. انتظروني قريبا ان شاء الله، اتفاهم مع الشباب ذولا، وشوف واحد اذا قال يجيني شد عضلي، اخليه يجي شد عضلي في رقبته 3 أيام ما يقدر يمشي. اللي يقول يجيني شد عضلي، اخليه يجي شد عضلي في رقبته 3 أيام ما يقدر يسوق سياره. السلام عليكم. يا هلا وسهلا فيكم. يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا يسلم عدوك مغزبنا ولا يسلمك انت وعدوك. كيف الحال؟ قاعد اللي في ذاك تلطلط تبربر، مش قاعد تقول؟ جالس هناك تبربر، مش قاعد تقول؟ خليني هنا من حالي اتكلم يا ابراهيم. والمخرج مطاوعك قاعد معك هناك يا ابراهيم. ايش الاخراج المنفجر يا ابراهيم؟ جاي لك كانك جاي خلي المقدم حبيب قلب مع العين وراسي. كيف حالك ابراهيم؟ طيب، لان في ناس هنا زادوا صراحه عن حدهم ولازم ها. انا بقول حاجه شو صراحه، والله والله العظيم انا احلف لك، انا وانا صادق. حلو، انا احلف وانا صادق. يا هذا اللي نطط ذولا هنا، اللي نطط ذولا هنا تنطيط، اللي نطط ذولا الاربعه تنطط ذولا، إيه؟ كل واحد مسوي فيها انه هو الفاهم. واحد يقول يشد عضلي، برواه لك رفاء منو ارجوك. لا خلاص يا اخي، ابغى اقول بلا خوف، شيل خوف من قلبك. مو بخوف، شيل خوف من قلبك. ابغى خلاص اطلع مع خشمي. منو اطلع مع خشمي؟ والله انا ما يستاهلون. ها ابو علي ما يستاهلون، ما يستاهلون. لا لا لا، هم يستاهلون. بس اقول لك شيء، انا اقول لك شيء، ايه لازم ان شفت بتقول واحد يا ولدي روك، يا ولدي لما تقول له اهجد 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 خلاص يهجد خلاص يروق. هي جلد في الموضوع، عرفت؟ بس لما تقول له في طق العصر جالس احمسها برا. ليش ما في اهجد؟ تكلم تحفر وجهه كذا يا رجال. وشوف، ما عاد عندهم ولا حاجه، ما تغسل، ما عاد عندهم ولا شيء. خليك احمر، ما عاد عندهم ولا شيء. ورا ما غسلت.